أبو رياض خطاط سبعيني يخط لوحاته منذ سنين طويلة في محل متواضع بمنطقة الكرادة في بغداد. يواصل العمل بجد في هذه المهنة التي عشقها وامتهنها في شبابه. بي نوع من الحياة، يعني أنت تختار عبارة أخط لك إياها أنا مزاجي، وعدة خطوط، خط النسخ، خط الثلث، خط الرقعة، أتفنن بيها، أستأنس بيها. يقطن أبو رياض وحيداً في محله، يخطط ويأكل وينام فيه، ويعرض على الرصيف في الصباح لوحاته للمرة المهتمين بأسعار رمزية. أتعبت الوحدة الخطاطة أبو رياض في سن مبكرة، حيث فقد أحد أولاده، وهاجر الآخر بعيداً بحثاً عن مستقبل أفضل، ثم توفيت زوجته، فأكمل حياته بين جدران محله وحيداً. هذا المحل هو سكن، هو باب رزق، فأعمل به، يعني هاي نماذج من الخشب، فصرت أعمل به وأسكن به. أنا مريت بظرف، ابني استشهد، واحد سفرت علاجي، وزوجتي توفت، فاضطريت للعيشة الانفرادية لوحدي. وبالرغم من آلامه الكبيرة، إلا أن شغفه بمهنته يحفز فيه الرغبة والإصرار على مواصلة العمل. أنا أحب الخط، فمستمر به، أنقل حرف جميل رغم رزقه متواضع، لكن تاني ما أتنازل عنه. أبو رياض رمز عريق للتحدي والصمود بوجه آلام ومآسي الحياة، لا يزال يخط أجمل عبر الصبر والاحتمال وحب العمل. جل ما يطلبه اليوم أن يكتب اسمه ويرسم بصمة بيضاء لا تمحى مع الزمن.